السلام عليكم الزول في اللون، الحمد لله راكم كاع بخير. فوالا درت لكم اللايف البارح 27 ساعة وانا في السيلولا. قلت لهم على بالكم بلي انا بخاف لا من السيلولا لا من الحبس لا من الكوت، انا خاف من ربي سبحانه وبارك. على راكم تعيوا في روحكم؟ قلت لهم السمانة اللي فاتت 24 ساعة في الكوميسارية تاع اورلي من بعد المحكمة تاع كريتي، وراكم باغيين تواصليني تخوفوا فيا انا؟ انا ما خافش منكم. انتوما استعمرتونا 132 سنة، قتلتوا 1.5 مليون شهداء ربي يرحمهم، وانتوما بغيتوا تخوفوني على قاعدة في تاعكم؟ راكم تعيوا في روحكم. قلت لهم على بالي بلي هذه كلشي بالقاضية تاع توتال، وعلى بالكم مش علاه ولا لا؟ على بالكم بلي المدير سابق تاع الجدارمية تاع فرنسا يسموه دوني فافيي، هذا دوني فافيي هو كان مدير تاع جي جروب دانترفونسيون رابيد دو لا جوندارمري ناسيونال. هذا الانسان جينيرال كي خرج من الجدارمية، وعلى بالكم راه وريت لكم بلي الجدارمية دارت ضغوطات الناس اللي كانوا يسكنوا عندي باه يشكو بيا. هذا الانسان دوني فافيي توكاو خدمتو واش هي خدمتو مدير الامن تاع شركه فرنسيه يسموها توتال. راكم تسمعوا دوني فافيي اي لو ديريكتور دو سورتي دو لونتربريز توتال، يعني ديروا لا رولاسيون بين جدارميه كان مدير تاع جدارميه تاع فرنسا، من بعد ولا دوكا المدير تاع الامن تاع شركه توتال، يعني كل شيء من عنده. هما ما حبلوش بلي من 2014 راني ضد الغاز الصخري مع الشركه الفرنسيه توتال، وراني ضد توتال اللي راهي تكسب اليوم 50% من البترول تاع الشهداء ربي يرحمهم، مع لا كومبليسيتي تاع المافيا تاع 40 سراق راهي تحكم في البلاد. انا قلت لهم ما خاش منكم، والله ما على بالي كاع بكم. انا ولد لا سيتي في فرنسا، ولد الدوار في الجزائر، انا والدي ربي يرحمه ما قرا ما والو، بصح علمونا الصبر. اي واحد يمشي مع الحق ما يخاش. الا واش قالوا لي؟ داروا لي تشكشوكه تاع قضيات. ما هي تشكشوكه تاع قضيات؟ داروا لي حاجه الاولى، قالوا لي لماذا راك تعطي السكنه الحراقه في فرنسا؟ قلت لهم نعطي لهم السكنه بكم ولا بلا بكم، هادو خوتي ونعاونهم. اي واحد خاصو دار وعندي دار موجوده نعطيها له. قالوا لي بلي لو كان تزيد تعطي لهم الدار تدخلوك الحبس، هذه الاولى. قضيه الزوجه، قالوا لي بلي لازم تعطي 1 مليون يورو يعني 20 مليار سنتيم ضرائب هنا في فرنسا. قلت لهم اعطوني دليل، قلت لهم والله دوروا ما يدوها. قضيه الثالثه، قالوا لي لازم تعطي 3 ملايين اورو يعني 60 مليار سنتيم جزائريه هذاك السراق تاعو تقدور، وعلى بالكمش علاه ولا لا؟ على بالكم بلي انايا كشفتو هذاك الانسان وعلمت وقلت كاع الشعب الجزائري بلي هذاك الانسان شرى دار لليوم تسوى 6 مليون دورو يعني 140 مليار سنتيم في نوي 74 شارع موريس باريس في نوي. والعداله الفرنسيه واش دارت؟ دارت لي واحد الحكم. واش يقول؟ يقول لو كان نكاز رشيد ما يقلعش العنوان من لاباج فيسبوك من الصفحه فيسبوك الرسميه تاعي، لو كان ما نقلعش العنوان تاع الدار تاعو عندي كل يوم مخالفه تاع 4000 اورو. 4000 اورو يعني 80 مليون سنتيم جزائريه، وصافي عامين ديروا حساب طاحت اليوم 3 مليون اورو يعني 60 مليار سنتيم جزائريه. قالوا لي لازم نعطيها له. قلت لهم الحراقه نعطيهم السكنه داخلين الحبس افيك غون بليزير، 2 مليون اورو ضرائب والله ما ددوها دورو، اي 3 مليون اورو وتقدر والله دورو ما يديها، وديروا واش تبغوا، الحبس راني قابله والموت راني قابلها، وراني معكم اليوم. الو قلت لهم عندي كونفوكاسيون ولا لا؟ قال لك ما عندك لا كونفوكاسيون ولا والو، عيطوا لوكيل الجمهوريه قالوا له خلوه يخرج. يعني ما هو الدرس تاع هذا الضغوطات راهم يديروهم؟ يديروا لي في الجزائر حبسوني 24 ساعه، حبسوني في فرنسا في المطار 24 ساعه السمانه اللي فاتت دوكا 27 ساعه، يعني راهم يحوسوا يخوفوا فيا. انا قلت لهم رشيد نكاز وليد حاسيبه بن بوعلي ووليد العربي بن مهيدي ربي يرحمهم ما يخافش منكم. توما استعمرتونا 130 سنه وبغيتوا انا نخاف منكم؟ توما هما العدو تاع الجزائر. انا زدت هنا في البلاد في فرنسا وتربيت معكم. قلت لهم نعرف كاع لي فيستا تاعكم،
بصح قلت لهم حاجه والله ما لي طالق شركه توتال اللي راهي تخمج في الطبقه الجوفيه في الجزائر في عين صالح وفي تيميمون والله ما نخلي ما نسكت على جال باللي هذه الشركه راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر مع لا مافيا تاع 40 سراق اللي خلات هذه الشركه تكسب الثروات تاع بلادنا. فوالا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وراني جال بلاد ان شاء الله والله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر. صحيتوا المناضلين اللي راهم معنا اللي راهم وقفوا معنا وشكرا لكم.